وفيها تحتاج لأن تضاعف الجهد وتشمر الساعد أكثر وأكثر، فهي مرحلة مختلفة عن السابقة اختلافا كاملا، كما أن هذه المرحلة مبنية على المعدل التراكمي الذي يعني أن كل سنة مرتبطة بسابقتها، لا يعني أن تحرص على الحصول على الدرجات العالية في كل سنة. حفظ الله بلادنا من شر الأشرار وجعلها شامخة آمنة عزيزة ما تعاقب الليل والنهار. حفلنا الكريم أرحب بكم مرة أخرى وأقول حللتم أهلا ونزلتم سهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحفل الكريم، دعوني أبدأ بتقديم أسمى آيات الحب والامتنان لمدرستنا الحبيبة التي قضينا فيها أحلى أيامنا، فلهم من الشكر أكثره ومن الدعاء أصدقه ومن الحب أوفاه، مدير المدرسة الحبيب، وكيل المدرسة الرائع، المعلمون المبدعون، ستبقون في قلوبنا ما يحيينا، وسنحكي وقضاتكم بالأجيال. ماذا أقول في هذا الموقف الذي امتزجت فيه مشاعر الفرح بتخرجنا ومشاعر الحزن والأسى على مفارقة هذا الصرح العظيم بما فيه من إدارة ناجحة ومعلمين أكفاء؟ ولكن هذه سنة الله في الحياة، وعزمنا أنهم في قلوبنا ووجداننا حاضرون. ما أسرع الأيام من انقضاءها، بالأمس التحقنا بهذه المدرسة الرائعة، وها نحن اليوم نمتعها، وقد أخذنا من العلم والمعرفة الشيء الكثير. وأعيد وأكرر مهما قلنا فيكم أيها المعلمون، فلن نؤذيكم حقكم علينا، ولكن سنظل ندعو لكم ونحن للقائكم. آباؤنا الأعزاء، حضوركم في هذا اليوم زاد المكان بهاء وبهجة. كيف وردتم تاج عروسنا وسراج ليالينا وعطر أيامنا وفرحة نجاحنا؟ نسأل الله أن يحفظكم وينسى في أعمالكم على طاعته. سيدي الملائكة الأعزاء، مبارك لكم هذا التخرج، وأقول لكم إني أحبكم جميعا، وأشكر لكم تلك اللحظات الجميلة التي عشناها سوية وسنعيشها إن شاء الله في قادم الأيام. وأشد على أيديكم وأقول فلنواصل طريقنا طريق العلم والمعرفة، لنحقق طموحنا وطموح أهالينا. فسيروا وعينوا الله تملأكم وترعاكم. وفي الختام أسأل الله أن يحفظ بلادنا وأمننا ورخاءنا، وأن يحفظ أولادنا أمرنا ويسدد خطاهم. والسلام عليكم ورحمة الله. أستاذ عادل، أستاذ علي، مدير المدرسة، مدير المدرسة، وجهي الطلاب المدرسة، أنتم أيها الأبناء أنتم فرحنا وأنتم سعادتنا. هذا الابن في كلمته المؤثرة حينما يقول أبي بك نفخر،
نقول نحن والآباء والله إننا بكم نفخر، ويعلم الله إننا لا نرغب أن يكون أحد مثلنا إلا أبناءنا يكون مثلنا وزيادة، ولذلك نحن بنا بكم نفخر. أبنائي الطلاب، قضيتم في هذه المدرسة ما يقارب 9 سنوات. الأستاذ عبد الله كان في كلمته حقيقة توجيه وتوصية لكم أيها الأبناء، أنتم في هذه المرحلة المتوسطة 9 سنوات تقضونها في هذه المدرسة، وأنتم الآن على عتبة أبواب المرحلة الثانوية تتغير فيها أشياء كثيرة، سواء في شخصيتكم، في حاجاتكم، أو في المقررات التي تواجهونها. وكما ذكر الأستاذ أنها ليست فيها صعوبة، ولكن لا بد أيها الطالب أن تغير من نهجك وطريقتك في المرحلة المتوسطة، فبداية بناء الأهداف تبدأ من المرحلة الثانوية. إذا كنت أن تريد أن تبني هدفك فأبدأ من المرحلة الثانوية. في هذا المكان تحدد مسارك، وهي مسارات تقريبا 4 مسارات: الصحة وإدارة الأعمال وعلوم شرعية وعلوم هندسة تقريبا والحاسب. فأنت في هذه المرحلة لك ميول ولك اتجاه، لا بد أنك تعزز هذا الميول وهذا الاتجاه. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم، مرحبا بكم ضيوفنا الكرام. أعلم أن المقال ليس بقدر المقال، ولكن سأنتهز هذه الفرصة بوضع كلمات عبد العمى في النفس. بالنسبة لي، الوداع هو أصعب شعور يمر على الإنسان، وقد يشعر الإنسان بالكثير من الألم، وخصوصا إن كان وداعاً يسحبه فراق. فكثير من الأشخاص لا يتحملون هذا الشعور، على عكس شعور الامتنان والشكر الناتج لدعم الأشخاص لك وتواجدهم بجوارك. فهؤلاء يستحقون كل الشكر والتقدير لما يقدمونه لك. مرت الأيام والأشهر كالبرق، وكأنها مرضت. لم أشعر بتلك الأيام التي أمضيتها إلا لفقتها، ولكن شاءت الظروف إلى أن تجبرني على فراق. أشكركم من صميم قلبي على وقفتكم إلى جانبي في أوقات الصعب، وإلى كل ما علمتموني إياه في أيام تواجدي معكم. الشكر موصول لمدير المدرسة الأستاذ حسن أبو جبر، القائد الملهم الإنسان، كذلك لوكيل المدرسة الأستاذ محمد زكور، الشمعة التي تحترق فيضيء كل ما في المدرسة نورا، وكذلك الأستاذ إبراهيم عقيس البلسم والنسمة التي البلسم والنسمة التي تهب فتنشرح النفس عند لقائه، والأستاذ عبد الله معافى خفيف الظل وصاحب الابتسامة البهيجة. كذلك أشكر كافة الزملاء المعلمين وإداريين، وكذلك الأعزاء المتقاعدين على طيبهم ونبل مشاعرهم وعلى كل جهودهم الصادقة في خدمة الدين والوطن. ولا أنسى التهنئة للمحتفى بهم أبناء طلاب الصف الثالث المتوسط. كونوا رجالا كما عهدتم، فوطنكم ينتظركم، وأسأل الله لكم التوفيق في مسيرتكم القادمة، وأن تكونوا على قدر المسؤولية والجد والمثابرة. ولا أنسى أولياء الأمور الذين يرون حصاد تعبهم وجهدهم يثمر اليوم. جزاكم الله خير كل خير، وأفرح قلوبكم بهؤلاء الأبطال. وفي الختام لا أقول وداعا، بل إلى لقاء متجدد بكم بكل شوق وحب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدير المصرف قائد الدش الأستاذ حسن إبراهيم المجرم، الوكيل الحريص الأستاذ محمد الزنبوطي، صمام الأمان في المدرسة المرشد إبراهيم عكيس، أخي وأستاذي موسى بن علي الحرج، الزملاء الكرام، أعتذر عن عدم ذكر أسمائكم، بس تتبعون ذكر الأسماء وقم لعن الجميع. الأهالي الكرام، أولياء الأمور، أبناء الطلاب، الحفل الكريم، بداية تشرف بما مضى أن أعمل في هذه المدرسة قرابة 9 سنين أو 8 سنين، وهي البصمة التي لا زالت ولن تذهب ولا زالت عن الماضي مني، وهي أنني مارست أفضل أيام حياتي المهنية في هذه المدرسة. تعلمون جيدا أن المملكة العربية السعودية ورؤوسها الكريمة تعتمد اعتماد كلي على أدبنا الأساسي وهي الطالب، وهي الطالب بل ومعظم وجل تركيزها على هذا الطالب. نحن من خلفكم نفرح لفرحكم ونسعد باجتهادكم، نرجو لكم النجاح في القادم من الأيام. كما ذكرت لكم أنا سعيد جدا جدا جدا، اعذروني لست الخطيب المفوه، لكني أردت أن أبادلكم الفرح الذي رأيته هذا اليوم. أشكر الجميع بلا استثناء، أنا طبعاً سعيد كثير السعادة كما قلت لكم، أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وشكراً لكم.